صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جماهير اهل العظام، صباح الخير اعضاء جميع النادي الاهلي بجميع فروعه. النهارده يا جماعه بنتكلم على موضوع شائك في ظل الفتره اللي احنا فيها دلوقتي وهو فيروس كورونا. فطبعا احنا مطلوب مننا الفتره اللي فاتت ان احنا نصور حلقه عن موضوع المناعه وازاي نعلي المناعه بتاعتنا. فجبنا لكم النهارده فكرتين، ان احنا ايه الاطعمه او الاغذيه اللي تعلي المناعه بتاعتنا، وايه هي التمارين اللي بتزود او بتعلي المناعه في جسم الانسان عموما. فخليكم طبعا معانا الحلقه، ان شاء الله باذن الله اقدم لكم باقه من التمارين وباقه من الاغذيه اللي تفيدكم الفتره اللي جايه وتحميكم من كل شر يا رب. خلينا كده في الاول نعمل شويه تمارين مع بعض تعلي المناعه بتاعتنا. ان احنا بنعمل ورم اب الاول كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين. طبعا انا بعمل ورم اب عشان اعلي الهارت ريت بتاعي وفي نفس الوقت اعلي الحجم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ابدا اشغل الابر بودي بتاعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تشينج. 1 2 3 4 5 6 7 8 احافظ على النفس. 9 10 اوكي. اول تمرين هبداه معايا اللي هو من التمارين اللي بتزود المناعه، تمرين الهاي ني. ده بيعلي الهارت ريت وبيزود دخول الاكسجين للخلايا وبدوره بيطلع او بيزود او بيعلي المناعه بتاعت جسم الانسان. اول تمرين الهاي ني هنشتغله مع بعض. هنشتغل كل التمارين يا جماعه اللي احنا هنشتغلها مع بعض دلوقتي 4 مجموعات، كل مجموعه 20 ثانيه و20 تكرار. اول تمرين معايا الهاي ني هيكون زي ده بالظبط. اثبت ايدي فوق، ركبتي بتطلع فوق، باخد نفس. 1 2 3 4 على مشط رجلي يا جماعه، مش على كعبي، على مشط رجلي عشان ما تسمعش في الركبه. 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ده اول تمرين بعمله 4 مجموعات 20 تكرار. تاني تمرين اللي هو تمرين الجامبك جاز، وهيكون كالاتي: بفتح ايدي مع رجلي وبقفل ايدي مع رجلي والنفس منتظم عشان اقدر اكمل التمرين العدد المطلوب مني، وهكذا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اجين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ده برضه هنعمل 4 مجموعات في 20 تكرار. التمرين الثالث سكوات، رجلي بمستوى كتفي، شدت بطني، شدت منطقه الكور اللي هي اللور باك، وانزل ايديا قدامي واحافظ على النفس. وانا نازل اخد نفس، طالع اطلع النفس. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 عد طبعا 20 عده. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اخر واحده مع بعض. 2 3 4 دي من التمرينات اللي بتعزز هرمون التستوستيرون في الدم وبدورها بتعلي المناعه في جسم الانسان. اوكي طبعا هعمل نفس التمرين بس على رجلي واحده عشان التركيز على رجلي اقوى. بطلع رجلي قدام اليمين، الاثنين مشط رجلي باصين لقدام نفس الاتجاه. دي بتبقى ورا ثابته، دي اللي بتتحرك معايا. اهم حاجه النزول يا جماعه وانا نازل وركبتي ما تسبقش القدم، زي ما انا شغال بالظبط دلوقتي. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تشينج. رجلي الثانيه نفس اللي عملناه في الاولانيه بالظبط. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اخر واحده. 1 2 3 4. انا ليه بزود على رجلي او ليه فوكس على رجلي بالذات؟ لان احنا عارفين كلنا ان هرمون التستوستيرون بيطلع من عضلات الرجلين، بيفرز من تحت. كل ما بنزود هرمون التستوستيرون في الجسم كل مناعه وهرمون البناء بيزيد في الجسم، فده بطبيعته بيدينا حصانه من اي امراض، بيدينا حصانه من اي فيروسات، ربنا يحمينا. طيب التمرين اللي بعديه هستخدم الدمبل من تمارين الارمز. بطني مشدوده، ظهري مشدود،
بعمل ني شويه للركبه، مفصل الركبه عشان يدي بالانس اكتر. كل ما بقرب يا جماعه للأقد مفصل الركبه بيدي بالانس اكتر للجسم، بيدي ثبات. اوكي، تمرين البايسبس كالاتي: 1 2 3 4 5 6 7، 20 تكرار برضو: 8 9 10. ولو عايز اخليه تمرين ادفانس شويه ممكن اخليه تمرين مركب كالاتي: 1 2 بشغل معه عضله الديد ليفت اللي هي القطنيه، 3 شد بطني، 5 6 7 8 9. تمرين تاني، تمرين مركب هناخده، ده برضه بيزود المناعة وبيزود هرمون التستوستيرون في الجسم: تمرين شولدر بريس مع سكوات هكذا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هناخد تمرين ترايسبس، بس افضل ان تمرين ترايسبس تلعبه وانت نايم على ظهرك عشان تريح منطقه اللور باك، تريح منطقه البط وهكذا. هنعمله كالاتي: رجلين متنيه، بص للامام، ايديا مفروده زي ما انا فريدها كده بالظبط، واشتغل: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وممكن ادخل معايا تمرين البطن لور ابس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، ناخد تمرين تاني دوره بيزود تونينج في الجسم. يعني تونينج في الجسم؟ اولا لو عندك اي تشوهات قواميه بيعدلها لك، نفس الوقت برضه بيخلي القوام بتاعك مفرود، جسمك مفرود. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9 10. اوكي، ممكن نعمله من 10 لعدات ل 15 عدة. هنعمل اخر حاجه ستريتشنج عشان اخلص من حمض اللاكتيك اللي اتكون اثناء التمرين. نعمل استرتشات للجسم، من اهمها ارجع بجسمي كله لورا، اللور بادي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اطلع لقدام امسك جسمي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر استرتش معانا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واطلع: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده يكون خلصنا التمارين المهمه اللي بتزود عندي المناعه وبتزود عندي هرمون التستوستيرون وبتخليني بصحه افضل في ظل الزمن اللي احنا فيه، والامراض
وفيروس كورونا، ربنا يحمينا يا رب. اخر حاجه كنت عايز اقولها، الاكل يا جماعه لازم هو ده اللي بيزود الملاءه بتاعتنا. طبعا لازم فيتامين سي، فيتامين اي، لازم طبعا الفاكهه الجافه، لازم البرتقال، لازم الليمون عشان فيتامين سي. فيتامين اي ناخده من الكبد، ناخده من الفول النابت. الزنك طبعا مهم جدا الفتره اللي احنا فيها دي، ناخده اعلى تغذيه بناخدها من الفول النابت هي الزنك، وربنا يحمينا يا رب. النهارده كنا معاكم باقه من التمرين اللي بتزود المناعه مع كابتن محمود فوكس نادي الاهلي، وشرفت بيكم في حلقات جايه ان شاء الله.